السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيا، وهذه مودة ما جات لكم الجديد والتخفيضات. جيت نشوف شنو كاين في الجديد وفي التخفيضات، بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم هما هادو، غادي نحاول بلا ما ندير شي كارثه. هما منظمات، غادي نحطها هنايا باش تكون الصوره واضحه. كما كتلاحظوا تحطوا هنايا الخواتم وبغسليات، اللي منها نتاع الجاج ومنها فيه التوب. كاين اللون الاسود، فيه حتى اللون الذهبي اللي الثمن ديالو 4.99 سنت. وجابوا هاد بلاطويات اللي فيهم جوج في البكيه، واحده صغيره واحده كبيره، اللي هما فيهم المرايه الداخل نتاع الشاش. كاين اللون الذهبي وفيهم حتى اللون الاسود اللي الثمن ديالهم 4.99 سنت. وشوفوا يا البنات شنو جابوا. جابوا هاد تيش لامبا اللي كتجي تقليديه، خدامه بالكابل ماشي بالحجيرات، الثمن ديالها 9.95. وكاينين حتى هاد الانارات اللي خدامين بالحجيرات، حطوهم هكا فوق الطاوله، فيهم هاد اللون وهذا، الثمن ديالهم 4.99 سنت. ودخلوا حتى هاد الخزانه اللي هي هادي كامله نتاع الخشب، اللي فيها جوج بلايص يتحطوا هكا الديكورات، الفوق كتستحمل 10 ومن التحت 10 كيلو يعني صحيحه، الثمن ديالها 24.95 سنت. وكاينين حتى هاد الكؤوس اللي هما نتاع الجاج، الحجم ديالهم كبير، كتحطوا فيهم الشميعات اولا تخليهم بحال هكا. كاين فيهم هاد اللون، كاين الكري، كاين اخضر ملكي اللي الثمن ديالهم 69 سنت. وكاينه هاد الدراجه اللي فيها الساعه كديكور، يعني ساعه يعني الشكل تاع الدراجه للديكور، من ديالها 6.79. ودخلوا هاد السلات بالو ليا حتى هما جدادي، لي الثمن ديالهم 3.99 سنت. وكاينين حتى هاد الكؤوس اللي فيهم الشميعات، اللي هما نتاع الحديد عندهم الغطاء كيطلقوا الريحه. كاين هاد اللون، كاين هذا، كاين الازرق، لي الثمن ديالهم 4.27 سنت. وكاينين حتى هاد الشموع بالو ليا جدادين، اللي فيهم 4 نتاع الالوان، الثمن ديالهم 2.49 سنت. ودخلوا حتى هاد الكؤوس اللي هما كبارين، فيهم شميعات، فيهم 3 كاس كبير نتاع الشاج، وفيهم 3 نتاع الالوان، بيستاج والغوز بيبي واللون الابيض، الثمن ديالهم 7.95. وكاينين هاد الكؤوس اللي هما كبارين، فيهم شميعات، عندهم الغطاء نتاع الخشب، كاين اللون الاسود، كاين هاد اللون ب 8.95. وكاينين هادو هاد الباكيه اللي فيهم 6 نتاع الشموع كيطلقوا الريحه، وكل وحده على حسب الريحه اللي فيها، بحال هادي نتاع الرمان نتاع الفاني 83 سنت. وكاينين هاد الخزانات اللي في الباكيه فيهم 3، فيهم الكبير حتى الصغير، كاين اما اللون تاع الخشب، كاين اللون الابيض، الثمن ديالهم 8.79. وكاينين حتى هاد البلاطويات اللي هما نتاع الخشب اللي كيجيو هادو غارقين شويه ب 5.98. وكاينين هاد الوسادات، ديك المره وريت لكم نفس الطريقه نتاع التوب، هو هنايا اللي كيجي مربع، دابا هذا كيجي مستطيل، كيجيو بحال هكا، وفيهم الالوان كما كتلاحظوا، اللي فيهم 30 على 50 سنتيم ب 5.95 سنت. وجابوا هاد الاغلفه نتاع الوسادات اللي كيجيو بحال هكا تقليديين، فيهم 40 على 40 سنتيم، الثمن ديالهم 4.99. وكاينين حتى هادو اغلفه نتاع الوسادات، التوب نتاع المبرا، وفيهم هكا الشكل نتاع الورود، اللون الاسود والالوان نتاع الورود مختلفه كما كتلاحظوا، فيهم 45 على 45 سنتيم، 2.99. وشابوا حتى هاد الاغلفه نتاع الوسادات، كيجي ورطيت بين، كاين البني، كاين الازرق، كاين الكري، كاين الغوز بيبي اللي الثمن ديالهم 2.59 سنت، اللي فيهم 45 على 45 سنتيم. وكاينين حتى هاد القراعي اللي يحطوهم في الجهه نتاع الاوان، هادو خاصين نتاع هكا العطريه، اللي في الباكيه فيهم 3 نتاع الجاج وفيهم الغطاء نتاع الخشب، زوينين، الثمن ديالهم 4.99 سنت. ودخلوا حتى هاد القراعي، هادو كبارين نتاع الجاج، عندهم الغطاء نتاع الخشب، تحطوا فيهم السكر الدقيق ب 3.49 سنت، اللي كيهزوا لتر و 800. ودخلوا هاد السلايف اللي كيجيو هكا شفافين، كاينين اما هكا
اولا هادو فيهم هاد البصل اللون الذهبي الثمن ديالهم 82 سنت، وكاينين هادو حتى هما هادو كيجيو شويه منقوشين حتى هما فيهم اما اللون الذهبي منا اولا بلا اللون الذهبي، الثمن ديالهم 79 سنت. ودخلوا هذا داير هذا كاس صغيور ديال بحال البراد صغيور، ديروا فيه هكا الحبوب تاع اتاي مع النعناع لي الثمن ديالو 3.99 أورو. دخلوا هذا الطاسه نتاع القهوه مكتوب فيه باللغه الانجليزيه اي لاف يو، حتى هذا الثمن ديالهم 99 سنت. وشوفوا يا البنات شنو جابوا، جابوا هذا البلاطو نتاع الخشب، هذا زوين هكا في التقديم تاع ويلا ثقيل ثقيل بزاف، قدموا فيه هكا المملحات الحلويات، يمكن حتى يقطعوا عليهم، ولكن هذا خساره يمشي هكا في التقطاع نتاع اللحم اولا نتاع الدجاج، هذا زوين غير في التقديم وثقيل 9.95 أورو سنت. وجابوا حتى هاد الترمويات نتاع هاد الماركه اللي فيهم ثلاثة نتاع الأشكال، الثمن ديالهم 4.95 أورو سنت اللي كيهزو نصف لتر. وكاين حتى هاد السينيات اللي هما نتاع بلاستيك نفس الماركة نتاع هادو، وفيهم الأشكال 79 سنت. وجابوا حتى هاد الترمويات اللي كيهزو لتر، كاين هاد اللون الأسود واللون البيستاج، الثمن ديالهم 5.95 أورو. وكاينين حتى هاد الترمويات بالو ليا جدادي اللي كيهزو نصف لتر، فيهم اللون الليلة وكاين هاد اللون واللون الفضي، الثمن ديالهم 3.99 أورو. وجابو هادو اللي كيشربو بيه هكا الوليدات العصير اللي في الباكية، فيهم ربعة فيهم هكا هاد الماركة اللي كانوا جابو فيها الطباصر والزلايف والسنيات، دابا جابو فيهم هادو اللي هما تاع بلاستيك 99 سنت. وكاين حتى هادو كنحطو عليهم هكا التبصيل للأطفال تاع هاد الماركة اللي وريت لكم، وفيهم هكا الأشكال 49 سنت. وجابوا هادو اللي كنحطوهم فوق الطاولة وكنحطو عليهم التبصيل في التقديم، هادو نتاع بلاستيك كيجيو هكا مستطيلين، كاين إما هاد اللون أولا اللون الأبيض سامبل أولا إلا بغيتو هكا ديزاينات وألوان مختلفة، اللي فيهم 30 على 43 سنتيم 99 سنت. ودخلوا حتى هاد الكادر نتاع الصور اللي هو نتاع الخشب، الثمن ديالو 1.49 أورو سنت. وكاين حتى هاد الكادر بحال هذا فيه لندن، هذا فيه باريس، هذا فيه سيدني، الثمن ديالو 7.95 أورو. ودخلوا حتى هاد الكرسي هكا الشغيبتيش، الثمن ديالو 59.95 أورو. واما في الجهه نتاع بلاستيك جابوا هادو اللي في الباكيه فيهم 13 بياسه نتاع العلب، هكا كتدخلوهم هكا للثلاجه تحطو فيهم هكا الزوائد نتاع الطعام 6.95 أورو. وجابوا هادو هاد القراعي اللي هما نتاع بلاستيك هكا نتاع الماء، تحطو فيه الماء اولا العصير حيت تحطهم في الجهه في كاين اللوازين تاع بلاستيك، كاين اما هاد اللون اولا هذا، الثمن ديالهم 1.99 أورو سنت. وجابوا حتى هاد العلب اللي في الباكيه فيهم جوج تاع بلاستيك هكا كمنظمات، كاينين هادو ب 79 سنت وكاينين هادو فيهم ثلاثه، هادو ما حطوش الثمن ديالهم. واما في الجهه في كاين اللوازين تاع الحمامات، لاحظت هادو نتاع الخشب اللي كتحطو فيهم الفرشيط نتاع الاسنان والمعجون نتاع الاسنان، الثمن ديالهم 1.79 أورو سنت. وكاينين هادو اللي كتحطو فيهم الصابون نتاع اليدين نتاع الحمام نتاع الخشب ومن نتاع بلاستيك 1.99 أورو سنت. كاين هاد الميزان بان ليا جابوه جديد نتاع الخشب، حطو في هاد الجهه حطو كاع داكشي اللي عنده العلاقه نتاع الحمامات ونتاع الخشب، الثمن ديالو 8.95 أورو. ولاحظت واحد الحاجه البنات، دخلوا هادي اللي كنحطوا عليها هكا التورته اولا الكيكه اللي فيهم 6 تاع الورق المقوى، انا اكسيوم ما كنلاحظش فيهم بحال هاد الشيء، الثمن ديالهم 75 سنت. ودخلوا حتى هاد الاله اللي كتدخل لكم هكا الكاس في الماء، الثمن ديالها 49.95 أورو. وكاينه حتى هاد المكنسه الكهربائيه
ديك النهار وريت لكم هذه، جابوا هذه كتطوى كتخشى هكا تحت السدادر اولا الكاوتش، الثمن ديالها 59.95 اللي كتشارجا. ولاحظت البنات راهم رجعوا هاد بينك اللي بزاف كيشكروه، حتى انا جربته صراحه، نتعلموا عن تمسحوا بهم خصوصا الاواني هكا الفضيه، ماشي غير الموان، كلشي زوين بزاف. الثمن ديالو 2.95 حيت ماشي دائما كيجيبوه، مره كيدخلوه اكسيو. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسيو، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.